تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مستشفياتها الأربع، أو من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو من خلال المراكز الصحية المتخصصة. شو يعني مراكز صحية متخصصة؟ بتخبركم دكتورة ندى الملة، وبتخبرنا بعد كذلك بأرقام التواصل. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور والسرور في يوم الاثنين اللي يبعد خطوتين عن يوم الخميس اللي هو الثلاثة والأربعة. يعني لازم كل يوم يكون له سلوغن كذي. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. أول شيء أذكركم أرقام التواصل عشان تتواصلون معانا، تعطونا ملاحظات، أي اقتراح عندكم لتحسين الخدمات، وأيضا الشكر، يعني كل شيء. ممكن تتواصلوا معنا، تفضفضون، تسولفوا معنا عن أي خدمة حصلتوا عليها في أي مراكز الرعاية الصحية الأولية أو مراكز هيئة الصحة في دبي عن طريق أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف الحمد لله على كاونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستغرام. يرحم إن شاء الله. شكرا. شو معنى مراكز تخصصية؟ يعني احنا عندنا نوع من نوع المراكز، مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي معناها العيادات، ومراكز تخصصية اللي تقدم خدمات متخصصة أكثر، مثل شو؟ مثل مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، نفس مركز دبي للسكري. هذه تعتبر مراكز تخصصية، يعني تقدم نوع معين من الخدمة متخصصة فيه، ما تقدم خدمات أخرى، ويكون مستوى الخدمة فيها يعني التخصص اللي فيه يقدم من جميع الجهات. مثل مركز دبي للسكر يقدم تغذية، تثقيف القدم، رعاية القدم، تخطيط القلب، طبيب السكر، وهكذا. شكرا لك دكتور على هذا التوضيح. ناخذ أسماء الجناحي موجودة معانا. أسماء صبحت الله بالخير. أنا أحب أضيف شيء بعد الدكتور. ضيفي ضيفي. أنا عارف أنك بتضيفين أصلا، لأن دائما كلامها ناقص. دائما إضافات أسماء جميلة. كانت تتكلم عن مراكز، لكن نحن بعد بان نوه إن حتى نحن عندنا عيادات تخصصية. صحيح. يعني في قطاع الرعاية الصحية الأولية، قبل الناس تحس إنه بس إنه كان موجود في المستشفيات، لكن أيضا قطاع الرعاية الصحية في عيادات تخصصية ومنها عيادة الصداع. صحيح. تفضلي يا أسماء. أضبطكم. فنانة أنت يا أسماء. نكمل بعض إحنا يعني في المعلومات. شكرا لك. الله يخليك. نحب بس نقول اليوم ان مجموعة من الاشياء. اول شيء ان الملحق الانجليزي موجود مع غلف نيوز وهو اسمه بيتر هيلث. اللي حابين يقرونه من الجريدة او يقرونه على ويب سايت في قسم خاص مكتوب عليه بيتر هيلث. الشيء الثاني اليوم راح نتكلم عن الزهايمر في العيادة الذكية، وهذا لان اليوم العالمي للزهايمر يصادف 21 سبتمبر، هو يوم الخميس اللي هو الخميس الونيس اللي هو الإجازة. الأربعاء المتخمس اليوم هالأسبوع. فإن شاء الله نركز على الزهايمر. بتكون معي سلوى السويدي من مركز ملتقى الأسرة، راح نتكلم عن الزهايمر والعناية بكبار السن المصابين بالزهايمر. ممتاز ممتاز. على قنواتنا بنكون لايف على البريسكوب وعلى الانستغرام من الساعة 11 إلى الساعة 12، ونجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله اللي راح توصلنا من الجمهور. كتاباتنا DHA_Dubai في تويتر، إنستغرام، سناب شات، وبريسكوب، والفيسبوك، واللينكدين، واليوتيوب، ودبي هيلث أثوريتي. واخذها بالرسالة. تفضلي يا أسماء. عشان أعرف إن في إعلانات عقب شوي. ثقتك بنفسك. ثقتك بنفسك تأتي بيقينك بأنك مستعد لمواجهة كل ما تجهله وكل ما يعيرك.
صباح الثقة بالنفس. شكرا لك يا أسماء، شكرا. نهارك سعيد. عزيز كيف حالك؟ زين؟ عايز يسوي أحسن. كم مرة نسوي كلام ما يجيب كوفي داخل الاستوديو؟ هذا مال الدكتورة. مال الدكتورة خصوصا. زين دكتورة، دراسة تقول تناول الأطفال وجبة الإفطار يجعلهم أكثر ذكاء. أنا نشوف حتى الكبار. صحيح صحيح، أنا أحييها اللي مسوي هذه الدراسة. البارحة تقولين أو من يومين تقولين أنا ما تريق. منو قال؟ أنت لا. على اللايف. لأنه ما تريق عشان ظروف الدوام، يعني نطلع من وقت، بس أنا أوصل دوام تريق شوي. بس أنا الأطفال أنا أؤيد أن الفطور شيء مهم. قلنا الدراسة يا محمود. كيف يعني شوي ما فهمت؟ شو شوي؟ انزين أنا ما قال لي شو اسمه أيمن، شو يعني شوي؟ شو يعني شوي؟ تتريق شوي هي شو يعني تتريق يعني شوي؟ صدقه ها تردي اشوف كم يعني شوي؟ يعني يكون مثلا اربع سندويشات فلافل. لا ما احب الفلافل. وسندويشتين فول. لا يكون شيء خفيف يعني اول الصبح عشان تدري ورانا دوام واذاعه وكيف نركز. كلام صائب، يومكم جميل. زين الدراسة شو تقول؟ كشفت أبحاث أمريكية قامت بها كلية التمريض في جامعة بنسلفانيا أن تناول الأطفال وجبة الإفطار بانتظام يؤثر بشكل إيجابي على مستوى ذكائهم مقارنة مع الأطفال الذين لا يهتم أولياء أمورهم بتقديم الوجبة الصباحية لهم. وبحسب مجلة ساينس دايلي العلمية فإن الأبحاث شملت دراسة حول العلاقة بين الإفطار والذكاء من خلال دراسة بيان 1269 طفلا صينيا في السادسة من أعمارهم نظرا لاهتمام الصينيين بوجبة اليوم الأولى، فاكتشفوا أن مؤشرات الأطفال الذين يبدأون يومهم ببطون فارغة أسوأ مقارنة مع أقرانهم الذين كثيرا أو دائما ما يتناولون إفطارهم. وأشار بروفيسور جيانغ هونغ ليو انزين ليش تضحك يا اسمتي إنزين، وهو أستاذ مساعد طب التمريض في الجامعة الأمريكية لأهمية مرحلة الطفولة واصفا إياها بالحاسمة حيث تتشكل فيها أنماط الغذاء والحياة، وهذه العادات يمكن أن تطوي على تأثيرات مهمة فورية وطويلة الأمد. هم لو سألوني أنا كان وفرت عليهم هذه الدراسة كلها. كان ما صرفوا بيزات ووقت محمود أنت أي. عندك على طول خلاصة قول لنا. أي الخلاصة كلها إنزين أن أهمية هذه السنين أو هذا العمر في تشكيل أنماط الغذاء والحياة، هذه العادات يمكن أن تنطوي على تأثيرات مهمة فورية وطويلة الأمد. لا حد يطلع لي يقول لي والله أنا طفلي ما أقدر أقوم سلوكه. لا ما يسمع الكلام، لا ما يسمع الكلام، ما يسمع الكلام. هذاك مزعلة محمود. محمود تعرف شو المسألة اللي تكون هني إن خصوصا في سالفة إفطار أو ريوق الأطفال الصبح شوي الأمهات عبالهم إن لما نقول لازم يفطر الطفل مع لازم أفرش له الصفرة وحط له صحون. لا يا ماما ممكن تعطينا سندويشة الحين محمود، ترى تلاقي في الجمعيات تلاقي الخبز الصغير، ممكن تحط لنا خبز وجبن خبز ولبنة في سندويشة الصغيرة، لأن أولا الطفل أصلا طبيعي أو ما يصحى الصبح بالعادة ما يكون له شهية ياكل وايد، رقم واحد. رقم اثنين شيء سهل أنت تحضرين له ويشله في إيده، حتى لو بيصير يركب الباص قلتي ما في وقت الباص يجي من وقت، عطيه سندويشة خليه يركب فيها الباص وياكلها ويستمتع بالمناظر لما يوصل المدرسة. تحب شيء خفيف؟ مندي يا دي هالمندي ها من أمس. انزين خلينا ناخذ راشد عنده بعد راشد. مداخلة على هذا الموضوع. حياك الله يا راشد. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم السلام على أخوي. صباح الخير عليكم وعلى جميع مستمعينكم. صباحك ورد. ونشكر طاقم البرنامج صراحة اليوم مقصر. شكر لك للتواصل. أنا شدتني المعلومة هذه الدراسة حسب الريوق بالنسبة للأجانب الحين هم مبينين طال عمرك، نحن حتى في أمثالنا يقولون تريج وتريج، يعني الريوق من الوجبات المهمة. صحيح. نعم طال عمرك، فنحن سابقينهم قبل يعني. احنا سابقينهم اكيد. قلت لهم انا اقولها، قلت له ما يحتاج دراسه لو سالين محمود خلاص هو عنده المعلومه يعني. ولكن فعلا لان احنا وايد من العادات اللي عندنا بعدين لما سووا دراسات على شعوب اخرى نكتشف ان اصلا عادات عندنا من قبل من زمان من ايام جدودنا واحنا محافظين عليها، ولكن للاسف لم ترى الضوء يعني تم ضمن مجتمعنا. بس هذا تاكيد ان احنا صح، ان مجتمعنا هو الصح ومحمود نعم صح. طال عمرك. نعم حتى الأوليين الله يرحمهم ويخلي الحيين إن شاء الله يبارك فيهم. آمين ويطول بعمرهم. خصوصا يشتغلون طال عمرك اللي في الإيباء واللي في البحر، وهذا الحركة هذه
ما كانت تبين الكروش تبين هذا. حتى سبحان الله يوم تيهم الأمراض قال لك والله توفي، ما عرفوا شو الأسباب. صحيح صحيح. الله يبعد عنا إن شاء الله. آمين. تريكت اليوم راشد ولا؟ نعم. تريكت ولا؟ تريكت الصبح ولا لا؟ ما تريكت والله، ما تريكت. عفا الحين طالع لنا يقول ايش اسمه يقول عن الاطفال والاطفال. لا الحين نطري الاطفال. هي زين الكبار عادي. ها الحين هي سالفهم كذي يا ريال، السالفه كيف ترغب الطفل في الاكل اللي صحي وهذا. اطفالنا احنا سواء على الكورف لبسوا على لا لا نحن بان ياكل كوفي شوكليت. جزاك الله خير راشد. انا باخذ خليفه سامحني عاده، بنشوف خليفه كمداخله سريعه قبل لا اطلع على الفاصل. سامحني يا ايمن. خليفه ايش حالك؟ خير الله يسلمك. تفضل يا خليل. خليل المنصوري. هلا اخوي تفنعم. الله يحفظك. سلم سامحني دكتوره. عليكم السلام. هلا اخوي خليفه. اول شيء اسمحوا لي عاتبكم على البرنامج لان برنامجكم هذا مو بتوقيته. بغينا بغيت توقيت ان يسمعونا اكبر شريحه المجتمع الحين خلق الله بالدوامات والأمهات في المدارس. صحيح والله. نعم بس ينزل على اليوتيوب أخي خليفة. يعني ينزل على اليوتيوب عيالي يسمعون البرنامج هذا. ونحن الحمد لله رب العالمين نسوي لهم يعني قبل ما يرقدون يخبرونا الصبح شو يبون، كورن فليكس يبون سندويشات ما شاء الله ممتاز جميل. نعم الله على أيام المدرسة يا خليفة. أذكر كان في مطعم هندي زين وين اوقف هناك يجيني الباص كيمو وبارات زين على الصبح وشاي حليب. يلا زماننا نحن ما قصرنا بشيء بس كنا نمشي ونركض وكوره ورياضه. صح لك 4 ساعه برا على البيت كنا. اليوم الله يحفظكم يعني مثل ما تقول يومين نش ما له خاطر ياكل ما له مزاج، لكن يوم بتيوعى في الليل بياكل الصبح. واخوي خليفه بعد المساله ان الاهالي الحين يرقدوا متاخر، احنا في زماننا ما كنا نرقد متاخر، كانوا امهاتنا الساعه 8 سكروا كل شيء حتى قبل 8 كنا ننام. الحين الطفل اذا بترقد 10:30 11 طبيعي نش الصبح اصلا تعبان وما له خاطر يرقد، ما له خاطر ياكل، يبى ينام بس خلاص كسلان وتعبان. فهذا بعد نشوفوا كيف النوم مرتبط في الاكل. انا شاكلك اخوي خليفه لان لحق علينا الفاصل وشاكلك مداخلتك الجميله. مشكورين على البرنامج الطيب. الله يخليك نهارك سعيد. طيب بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم مستمعين. أرقام التواصل 600-551-414 وعن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تخدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وكذلك موجودين لايف على أكاونت نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الإنستغرام. طيب في مسج يقول أرجو الاتصال، ممكن تشوفينا يا ميرا. وواحد يقول للأسف مركز دبي للتأهيل والعلاج الطبيعي ليتحول لنظام الخصخصة وبينحرمون عيالنا من أصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية من العلاج الحقيقي الوحيد المتوفر. التأمين كان بيجدد لنا الجلسات، هم بحاجة لاستمرارية العلاج استمرارية العلاج. أم فاطمة. أم فاطمة ملاحظتك نحن ما ننقلها، ولكن أنا على حد علمي أن هذه المسألة بتكون إن شاء الله لمصلحة المريض في الأساس. صحيح. يعني عملية الخصخصة لتقديم خدمات أفضل، والخدمات تنتقل للعيادات محمود، عيادات البرشة وندى الحمر بيقدم بعد علاج طبيعي إن شاء الله. ممتاز. يكون في خطة لنقل خدمات العلاج الطبيعي للبرشة وندى الحمر إن شاء الله. لازم البرشة في الموضوع. لازم البرشة في الموضوع. تونا عطيت محاضرة هوية مؤسسية وهوية مؤسسية. أنا ما أقول مدوحة، أقول الخدمة موجودة في البرشة. زين طيب تشوفين صاحب الرقم يا ميرا، واحد كاتب لنا يرجى الاتصال. طيب
قدمي دكتورة، أبغى أسمع، من زمان ما تكلمتي فصحى. يا سلام، دشنت هيئة الصحة بدبي أمس وبالتعاون مع كلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية مرحلة جديدة لمفهوم ومضمون إعداد القيادات ورفع مستوى أداء الموارد البشرية وتحقيق الاستثمار الأفضل في العناصر والكفاءات المواطنة وتأهيلها لقيادة أعمال التطوير المتواصلة باحترافية وثقة وقدرة على التعاطي مع مقتضيات المستقبل ومتطلباته. جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وثقت التعاون بين الطرفين اللي هو هيئة الصحة بدبي وكلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية، حيث وقع الهيئة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية حول هالمبادرة وأهميتها. يسعدنا يكون معنا في الاستوديو الأستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، بيكون معنا عن طريق الهاتف البروفيسور رائد عوالمة عميد كلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية. البروفيسور بناخذ ان شاء الله بعد الفاصل، ولكن آمنة صبحت الله بالخير. ساعتين احنا عاد برنامجنا مسوينا في الاساس للتواصل مع الناس، فاحيانا تينا بعض المداخلات اللي نحب ناخذها حتى لو كانت يعني مش مرتبطه بالموضوع الرئيسي. فبناخذ بسلطان ونرجع نكمل معاك الحوار. بسلطان، تفضل بسلطان. بحك الله بالخير استاذ محمود، حالك؟ بالنور والسرور، حياك الله. يا تحيه طيبه لك وتحيه موصوله لندى الملا ولي هلا هلا اخوي البرشلوني أيمن سرحيل والأميرة الأغفلي لجميع المستمعين والمتابعين. تحية كذلك للأستاذ أمن السويدي. أنا دشيت لي بس والله كان سؤالي عن موضوع الريوم. إيه تفضل. بنجاوبك فعليك تفضل. إيه بالنسبة لموضوع الريوق وسامحوني يعني هل يعني الحين الناس أو كل خلنا نقول القائمين على مسألة تغذية الطفل والقائمين على يدعون للريوق المبكر، صحيح، ولكن لاحظ نحن في مدارسنا وهذا يكون الريوق في تقريبا يعني فترة العشر ونص وكذي وانت صاير. السؤال هل هو يفرق يعني هل مثلا او هل هو على اساس انه يصبح عندنا احيانا بعض المدارس فيها بريكين اثنين بريك يعني، صحيح، فهل هو يعني ضروري الوقت انه يكون بدري الريوق الصحي يكون بدري ولا عادي ما في مشكلة يكون مثلا في نص الضحايا؟ واضح سؤالك أخوي، واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. لا فعليك، حياك الله، نورت، حياكم الله، الله يخليك. على السريع بنجاوب على أخوي سلطان. طبعا مدارس، صحيح، بسلطان، بسلطان، سامحي بسلطان، صحيح، معظم المدارس تعطي اللي هو البريك للفطور 10:30 والبريك الثاني يكون قريب وقت الغداء، وهذه أهمية أن الطفل يفطر أول الصبح. ليش إحنا نأكد أن أول الصبح؟ يعني تخيل أخوي إذا الطفل ينش 6 لين الساعة 10:30 هذا مو ماكل ولا شيء، بالتالي قل أداءه وتركيزه في الصف. فعشان شيء إحنا كنا نقول في عن الدراسة مهم جدا يفطر الصبح عقب ما ينش ويتسبح، خلوه يتنشط شوية وعطوه ولو سندويشة وكوب من حليب عشان يكون عنده طاقة لين أول بريك للفطور ساعة 10:30. وما في مشكلة الطفل يفطر مرتين، في أمهات دائما يقول لا أنا خاف الطفل يزيد وزنه، ما رح يزيد وزنه لأن تتخيلين 4 ساعات الطفل يكون في نشاط وفي حركة ويروح والطابور الصباح رح يحرق إلا هو كلا أول الصبح. وإحنا نرد ونأكد الأكلة أول الصبح تكون خفيفة، وإن شاء الله كون جاوبت على سؤالك يا أبو سلطان. طيب والله آمنة يعني ودنا ندخل بس إذا تسمحي لي آخذ سالم لأن ميرا تقولي بس آخر مكالمة. ما في مشكلة. تفضل يا سالم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ طول عمرك. منالكم الصحة والعافية وموضوعكم طيب جدا أول مرة يعني أنا أسمع. بطول عمركم، إحنا الكبار ممكن مسيطرين على نفسنا مشان الضيوق مشان بس إحنا نبل مشان الأطفال مشان اللي يروحون المدرسة. الحين كثيرهم الوجبات هاي كورن فليكس احنا ما نعرضها لا صحي مو صحي. ان شاء الله زي. تسمع الجواب اخوي. تسلم والله. غالبا يعني الافطار اللي يناسب الاطفال حق المدرسه. تسلم والله خير. الله يحفظك. نجاوب عقب الفاصل محمود عشان تاخذ. لا لا ما عليه، ما ناخذ الحين الاجابه على السريع عشان خلاص ما نوقف بعدها مكالمات و... ان شاء الله ناخذ امنه عشان يلا تضيعي وقت البرنامج انت الحين. جاوبي على الريال. بجاوب على الريال، اجهز له الجواب. كورنفليكس زي ولا الكورنفليكس زي؟ لازم يكون معاه حليب وضيفه معاه فواكه. الكورنفليكس غني بالالياف، عادي حتى الطفل يحب الكورنفليكس ما في مشكله، بس نوعه له، يوم كورنفليكس يوم بيض يوم جبن، عطوه يوم لبنه فواكه، هذه كلها خيارات للافطار. ما علي الكورنفليكس فيه الياف وايده، بس نبتعد شويه عن الفيه شوكليت لما يسوس الاسنان.
يغسلون ضروسهم إذا مشكلة. كان عندهم وقت يغفرشون بعد الفطور. إنزين أنت تريقين مندي كاتبين. إيه والله محمود تريق مندي والله. أبنى كيف حالك؟ سامحينا طولنا عليك شوي. ويج خير من يأتي مكالمات كلها يا معك يا مستمتعة ما شاء الله. الله يحفظك يا رب. طيب نحن كنا نتحدث عن هذه الاتفاقية اللي تم توقيعها عن مبادرة رواد الصحة، فياريت تعطينا فكرة عن رواد الصحة ومن هم المستفيدين من هذا من هذه المبادرة وأعدادهم اللي تم يعني الاتفاق عليها. إن شاء الله. شكرا أول شيء على الاستضافة، وصراحة كان حديث ممتع والحديث الجانبية كانت أمتع. إحنا فخورين بإطلاق الدفعة الأولى لقيادات الصف الأول في هيئة الصحة في دبي. المستهدفين طبعا من هاي المبادرة اللي هم مدراء الإدارات والمدراء التنفيذيين بالهيئة. إحنا نتكلم على حوالي العدد تقريبا الحالي اللي عندنا حوالي 70 موظف. تم توقيع على هامش الإطلاق هذا مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تشمل عديد من نواحي التعاون، منها اللي هي التدريب والتطوير، البحوث والسياسات، الدراسات الأكاديمية. طبعا كلية محمد بن راشد تطرح عدد كبير من الشهادات والدراسات العليا، وعندنا بعد في إدارة المعرفة ما شاء الله، يعني هاي تقريبا تعتبر مظلة اللي بيمثل التعاون فيها مع الكلية عدد من النواحي. يمكن هذه أول تجربة مع الكلية، وإن شاء الله إحنا يعني متأملين أن تكون بنجاح وتكلل بنجاح باهر. بيكون إن شاء الله بعد نهاية هذا العام أو بداية السنة القادمة بنبتدي المرحلة الثانية من البرنامج اللي هو حق يستهدف قيادات الصف الثاني اللي هم رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب. بغض النظر عن تخصصاتهم ولا تخصصات طبية ولا إدارية ولا كل التخصصات. إحنا الهدف منهم يعني نتكلم على استراتيجية هيئة الصحة، تحقيق المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الاستراتيجية. ونفس الوقت نوحد المفاهيم، تعرفون يعني أنتوا مثلا مدراء الإدارات أو القياديين بشكل عام في هيئة الصحة أغلبهم من القطاع الصحي، فبالنسبة لهم يعني لغة الاستراتيجية والسياسات ومؤشرات الأداء شوي لغة نوعا ما مبهمة، إذا بتصلحي لي دكتورة. صحيح. يعني أنت عندك اللغة هذه مبهمة؟ بعض المصطلحات تكون مبهمة وليس جميعها. صحيح، مثل ما إحنا محمود بالمصطلحات الطبية تكون مش كلها يعني مفهومة بالنسبة لنا، فهاي توحد المفاهيم. صحيح. وتوحد يعني تحقيق خطط العمل المستهدفات، فإن شاء الله بتكون تصب في تحقيق استراتيجية هيئة الصحة إن شاء الله يا رب. يعني الآن دكتورة ندى هي مديرة كبيرة، يعني زي فبتدخل ضمن هذا البرنامج ولا؟ إن شاء الله إذا على حسب إن شاء الله المرحلة الثانية. عرفت وين شكلك ما تبغين تروحين. لا أنا بسير. تعال نسير احنا، انا ومحمود بنتسب، هو مدير وانا مديره. طيب انت تحدثتي عن ان المساله هذه تكون مرتبطه بالاستراتيجيه، مرتبطه بالتطور الاستراتيجي في هيئه الصحه بدبي، وان الواحد يعني يربط هؤلاء القاده اللي هم يشتغلون في القطاع الصحي اصلا بهذه المنظومه الاستراتيجيه او المفاهيم الاستراتيجيه. انا بغيت اتكلم الحين مدى ارتباط المبادره باستراتيجيه التطور 2016-2021. مرتبطة ارتباط وثيق. كيف؟ محمود احنا من المحاور الرئيسية في استراتيجية الصحة اللي هي الابتكار، ويمكن واحد من المحاور الرئيسية في هذا البرنامج الابتكار في القطاع الصحي، فبيدخلون كل المنتسبين للبرنامج اللي يعني بتكون دورة خارج الدولة إن شاء الله مع إمبريال كوليج، ومعروفين هم في الانوفيشن في الهيلث هو الابتكار في القطاع الصحي. إن شاء الله أنها تكون إضافة فعلية للمنتسبين للبرنامج، ويون على ضوءها يحققون بعض المشاريع الاستراتيجية عندنا في الهيئة. ممتاز. أنا بسأل أستاذ أمن سؤال على السريع قبل ما أطلع الفاصل، الموظفين اللي تم اختيارهم سواء رؤساء أو مدراء، كيف يتم اختيارهم؟ هل بناء على التقييم ولا ترشيح ولا كيف يتم الاختيار؟
في معايير محددة من قبل كلية محمد براش الإدارة الحكومية اللي هي بداية بتكون فيها مجموعة من التقييمات. الحين هم في معايير الاختيار هذا يعني بداية مرحلة التقييم. احنا استهدفنا كل العدد صراحة اللي موجودين عندنا من مدراء الإدارات والمدراء التنفيذيين، ومن بعدها بيتم اختيار 25 موظف منهم. ممتاز، جميل، ممتاز. طيب نحن نستكمل هذا الحوار معك اختيامنا، ولكن ما نطلع فاصل قبل الفاصل يقول صباحكم الله بالخير، اقترح لي موضوع تغذية الأطفال، توجيه المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي لحث الأطفال على تناول وجبة الإفطار، وايد صادفت من الأطفال يتابعون هؤلاء المؤثرين، كل الشكر لكم المهندس عبد العزيز. اقترح جميل. اي وانت بعد تكلمي بحطه من ضمن الخطة الأسبوعية، نحط كلام عن تغذية الأطفال كيوم يكون في تغذية الأطفال. شكرا لك. عفوا لك. نطلع فاصل. نطلع فاصل. نطلع فاصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. يعني الحديث عن مبادرة رواد الصحة والتي تم يعني التوقيع عليها من قبل هيئة الصحة بدبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. مستمر معانا في الاستوديو أستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، حياك الله معانا مرة ثانية اختيامنا. وأيضا عبر الهاتف معانا بروفيسور رائد عوالمة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. أنا أبغي يعني قبل أن نستكمل حوار معك بس نأخذ هذه المداخلة من سعادة البروفيسور، صباحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير، أهلا وسهلا بكم، أشكركم على هذه المقابلة ومبارك البرنامج الرائع. شكرا لك يا بروفيسور. طيب نتحدث عن هذه الاتفاقية التي جرت بالأمس، يمكن اختيامنا عطتنا وجهة نظر هيئة الصحة في هذا الموضوع، نحن نبغي نعرف كلية محمد بن راشد شو وجهة نظرها من خلال هذه توقيع هذه الاتفاقية، وأيضا يعني بشكل سريع بروفيسور إذا بتعطينا أهم البرامج اللي بتدعمون فيها هيئة الصحة. نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى. الحقيقة من أهداف كلية محمد بن راشد الاستراتيجية، أحد أهدافها هي تمكين الإدارة الحكومية ودعمها في المجالات الاستراتيجية والقيادة والابتكار. فنحن في الحقيقة منصة تعليمية علمية بحثية، هدفنا هو الإسناد المؤسسات الحكومية في دبي وأيضا على مستوى الإمارات في الأساليب الإدارية الحديثة. فدورنا تدريبي بحثي من ناحية علمية وأيضا برامج أكاديمية. الحقيقة البرنامج اللي تحدث عنه برنامج مميز اللي قمنا فيه بتصميمه مع هيئة دبي للصحة، مناقشات عديدة، صممنا البرنامج خصيصا لهم اللي هو رواد الصحة، ويركز على محاور أساسية منها القيادة الاستراتيجية الحديثة في عصر التحديات، فن التفاوض وحل المشاكل، الذكاء العاطفي، المبادرات الحديثة في مجال الإدارة الصحية العالمية، وبالتالي البرنامج يتخلل رحلة ميدانية إلى لندن بالتعاون مع كلية اللي هي إمبيريال كوليدج من أفضل الجامعات في بريطانيا وأعرقها، ولديها مركز متخصص في الإدارة الصحية، وسيتضمن أيضا زيارات ميدانية لأهم القطاعات الصحية للتعلم وأخذ الخبرات وأفضل ممارسات. باعتقادي من أفضل ما يميز هذا البرنامج هو المحور الأخير اللي هو محور المشروع التنفيذي، حيث سيقسم المشاركون إلى مجموعات، يكون هناك عليهم إشراف علمي، يتم تحديد فرصة أو تحدي تواجهه إدارة هيئة الصحة في مختلف المجالات عملها، ويتم التعامل معه بحثه علميا، تقديمه كمشروع وكتوصيات يمكن الأخذ بها طبعا إذا كان ملائما بالنسبة لهيئة الصحة. فهو الحقيقة عملية تعليمية مع خبرات مع زيارات ميدانية، أحضر الممارسات كلها في مجال الابتكار ومجال الصحة والريادة العالمية في هذا المجال. والحقيقة هيئة دبي للصحة متميزة، مؤسسة متميزة أصلا،
ونحن نقوم بالتعاون معها، يشرفنا التعاون معها في عدة مجالات أكاديمية وغيرها، وهذا أحدث مجالات التعاون. وأعتقد أن برنامج متميز إن شاء الله يمكن أن نقدمه شبيه له في مؤسسات أخرى. شاكرين لك يا بروفيسورة دعوان عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ونتمنى لكم التوفيق دائما سواء في هذا المشروع ومشاريعكم الثانية. شكرا جزيلا لك. أشكركم، بارك الله فيكم. شكرا لكم. نرد للأستاذة أمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة في دبي معنا في الاستوديو، حياك الله مرة أخرى. أستاذة فاطمة، أستاذة آمنة، لما يكون في مذكرة تفاهم بين هيئة الصحة بدبي وكلية رائدة نفس كلية محمد بن راشد، فشو تكون القيمة لنا كموظفين لما نروح لبرنامج تدريبي في مثل هالكليات الرائدة؟ كلية محمد بن راشد يمكن يعني تعرفي أنت البرامج أكاديمية ومعتمدة، فبالنسبة للموظفين إضافة يعني من ناحية البرامج الأكاديمية لأنها كلها معتمدة في حسب الأصول في الإمارة، والبرامج التدريبية بعد ممكن يعتمدونها لاحقا يعني على حسب البرامج الأكاديمية اللي بينتسبوا لها فيما بعد. ما شاء الله تعرفين يعني عندهم البحوث الدراسات في أمور وايدة من ناحية الأكاديمية بتساعدنا إحنا في تطوير مشاريع في الهيئة، فنتأمل إن شاء الله أن تكون الشراكة مجدية وفاعلة وذات قيمة للموظفين وهيئة الصحة وللكلية كذلك. طيب ممتاز، وين المتعاملين بيستفيدون من هذا الموضوع؟ شو تأثير هذه المبادرة على المتعاملين؟ احنا وايد مجالات محمود، اذا بنتكلم من ناحيه البرنامج رواد الصحه نتكلم على قيادات مؤهله وذات كفاءة عالية. في أشياء خاصة بالمتعاملين بتدخلون في هم يعني نفسه؟ هم يعني يعني قياديين، فنتائج الإدارات هذه، الخدمات المقدمة في الإدارات، تطوير الخدمات اللي موجودة عندهم بيكون لها تأثير كبير على المتعاملين. ممتاز، هذا من ناحية البرنامج نفسه كقيادات. بس لو البرامج الأكاديمية طبعا تعرف أنت يعني التحصيل العلمي مهم للموظف، كل ما زاد التحصيل العلمي مع سنوات الخبرة اللي موجودة عنده زادت كفاءته وتميزه في العمل. أما المجالات الأخرى في الدراسات والبحوث طبعا تطوير خدماتنا إحنا وتطوير الخدمات الصحية مرتبط بهذه الأمور مع التبادل المعرفة بيننا وبينهم. ما شاء الله يعني دائما الجهة الأكاديمية ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمعرفة. جميل. هني يعني خارج الموضوع في حد يستفسر يقول عندي استفسار، أنا سويت عملية في مستشفى دبي قبل 20 سنة وحين بغيت تقرير طبي عنها ممكن أحصلها؟ دكتورة بالنسبة للتقارير الطبية قبل 20 سنة شو يعني شو الفائدة اللي ممكن يلاقيها من وراء هذا التقرير، أو إن الأفضل يسوي فحص جديد على أساس إنه يطلعوا له تقرير جديد؟ شوف محمود، في بعض العمليات الجراحية حتى مع مر السنوات لا يعني تحتاج أن تذكرها في التقرير الطبي، مثلاً مثلاً شيل اللوزتين مثلاً أو شيل كلية أو الحر مثلاً شيل طرش الرحم، هالعمليات حتى بعد 20-30 سنة لازم تذكر في التقرير الطبي. لو كانت عمليات كبيرة أخوي ما مكان العملية طبعاً ملفك موجود في مستشفى دبي، يسحبون الملف ويكتبون يعني يكتبون لك التقرير الطبي بناء على المعلومات في الملف، ولكن طبعاً لازم يساعد الطبيب يفحصونك. 20 سنة دكتورة. إيه محمود، في عمليات مهمة حتى مع قبل 20 سنة لازم تتذكرها. إن شاء الله عاد الملف موجود. إن شاء الله موجود. تواصل معاهم على مستشفى دبي أو من خلال الرقم 83-42-800 DHA، وتقدر شو اسمه الأفضل يصير يعني تشوف يسأل هناك، يسأل الطبيب يعني يسجل عند الطبيب ويشوفه ويقدم على التقرير الطبي. يقولون ممكن نعرف شروط الالتحاق ببرنامج رواد الصحة؟ احنا يمكن الفئه المستهدفه اخوي محمود بالنسبه للموظفي هيئه الصحه، موظفين هيئه الصحه هو شكل احد من الموظفين عندنا بعد اللي مطرش. احنا الدفعه الاولى هذه اللي هم يعني القيادات الصف الاول اللي هم مدراء ادارات ومدراء تنفيذيين، فالمستهدف واضح يعني، فهاي الشرط الاولي. الشرط الثاني اللي هو نتائج التقييمات اللي بتكون عن طريق الكليه ان شاء الله. ممتاز جدا. طيب شو عندنا بعد؟ نبغي نتكلم عن اهم البنود اللي تناولتها هذه المذكرة. يمكن بس إذا بضيف على كلام الدكتور رائد على المحاور، هذا البرنامج تم عبالي بضيفي على كلام دكتورة ندى ما المستشفى دبي تويه شو خاصة طبعا يا عبالي لا ما لي خاصة لا سؤال فيها
تم بس البرنامج هذا طبعا يمكن احنا السنة اللي فاتت كنا مسوين تقييمات لجميع القياديين في هيئة الصحة من مدراء تنفيذيين ومدراء إدارات ورؤساء أقسام وحتى الأطباء الاستشاريين يعني اللي هم يشغلون الدرجة 16 عندنا. فباعتبار انهم هم من المؤثرين وال المهمين عندنا في الهيئة قمنا بعمل تقييمات لهم. نتائج التقييمات هذه تصب في خطط تطوير فردية للموظفين، فكان هذا البرنامج هو يعني يمكن نتائج التقييمات هي الحافز لتطوير هذا البرنامج. صحيح. بس يوم جلسنا مع الكلية طبعا من ناحية خبراتهم الأكاديمية وخبراتهم في مجال تطوير القادة قمنا ب يعني تفصيل البرنامج اللي احتياجاتنا احنا بعض الأمور حابين يعني نضمنها البرنامج وهم الحمد لله تم الأخذ فيها. والأمور الثانية اللي هي شفناها احنا ممكن تكون بحاجة لتطوير في القادة اللي عندنا مثل ما قلنا احنا نبقى لغة الاستراتيجية والابتكار تكون موجودة كثقافة مؤسسية في القادة هذه اللي بي طبعا بيزرعونها في الوحدات التنظيمية عندهم سواء قطاعات أو مستشفيات. يمكن احنا نتكلم الدكتور رائد في أربع محاور رئيسية، احنا نتكلم على الاستراتيجية، نتكلم على حل المشكلات وفن التفاوض، تكلمنا على الذكاء العاطفي للقائد بالنسبة لنا وايد مهم، واللي هو الابتكار في القطاع الصحي. الشغلة المهمة اللي بيطلع وبيثمر عنها البرنامج هذا اللي هي المشاريع، لازم تكون مشاريع تصب في خدمة الاستراتيجية في هيئة الصحة سواء مشاريع قائمة أو مشاريع مقترحة. يعني المشاريع اللي بتطلع بيطلعون فيها هؤلاء القادة لازم تطبق. أكيد ما في مجال أنا ما أضع. يمكن يعني أنا حط مشروع مثلا شيء من الفضاء كيف هي الفكرة الابتكار محمود أتوقع. صحيح. يعني الفكرة أنت بشيء مبتكر مو بشيء مكرر. صحيح. الله يعين أنت يوم بدشين البرنامج ما أدري شو الفكرة اللي بتيه. الله عندي أنا أفكار ردي ما تخبر أفكارها بتيه مكبوس ما أدري مطبوخ ما أدري كيف ولا هي المندي ما المندي وأنا ما أكل مندي قلت لكم محمود هذا اللي يقولنا عن التقرير. بس أنا بغيت التقرير حق شركة التأمين. في آلية معينة الدكتور محمود والدكتورة ندى شكرا لك هذا كان يعرفهم بالموجودين في أنا عيبتني المحاور اللي انطرحت في هذا البرنامج اختيامنا يعني فن التفاوض الذكاء العاطفي وهذا موضوع جدا مهم لأن القيادي إذا ما كان عنده ذكاء عاطفي ما بيتعامل مع الموظفين بشكل جيد. صحيح. انزين والشغله الثالثه اللي هي الابتكار كانت الابتكار يمكن هذه نقطه الغرض الرئيسي من خلال هذه المبادره لكن الاهتمام بهذين النقطتين اعتقد مساله جدا مهمه فابغى اعرف يعني الحين انت قياديه في هيئه الصحه وماسكة واحد من الإدارات اللي يمكن الناس كلهم يحبونكم. صحيح. بس بالعكس يعني أنزين لهاي إدارة الموارد البشرية. البشرية صحيح. فأبغى أتكلم عن الذكاء العاطفي شو هي المقومات الأساسية إن الواحد يكون عنده ذكاء عاطفي في العمل. يعني في البيت كيف؟ هو في العمل غير لا طبعاً لازم. احنا نتكلم مثل ما قلت لك نرد نقول احنا الشريحة الكبيرة عندنا ونسبة كبيرة من القياديين عندنا من القطاع الصحي فيمكن امور اللي هو مثل ما قلنا الإدارة مثل ما قلنا البزنس نيدز مش موجودة في مفاهيم الإدارة عندهم. صحيح. من الناحية الصحية فالذكاء العاطفي وايد مهم تعرفون الناس يعني يتسمون بشخصية بسمات الشخصية. صحيح. متى يكون القائد يتعامل مع هذا الموظف بحزم أو بتعاطف أو بتشجيع هاي الأمور وايد مهمة في التوازن في الإدارة وتحقيق يعني مثلا أنا أواجه عديد من التحديات في الموازنة ما بين الموظفين مثلا. صحيح. فريق العمل. صحيح. صحيح. كل واحد شخصيته غير عن الثاني تحفيز مثلا محمود غير عن تحفيز الدكتورة ندى. أكيد. الأساليب مثلا ممكن محمود أقول شكرا دكتورة ندى مثلا مشكورة يعطيك العافية لا طبعا بالعكس أنا أدري أن التقدير اللي عندك المادي حقه هو المادي حقه هو صحيح أحيان إذا أنا بتكلم عن التقدير المادي لا خليه بعد أعطيها على الهواء ترى على الهواء دكتور
استاذة آمنة، يعني فعلا انت نقطة ذكرتيها عن كيف الذكاء العاطفي للقائد. احنا دائما في الإدارة شو نقول، اهم صفة من صفات القائد يسمونها people management، او طريقة التعامل مع مختلف الشخصيات اللي انت عندك، عشان ما نقول ان ترضي الجميع، ولكن تصل لأفضل حل وأفضل تسوية مع كل الموظفين عندك باختلاف شخصياتهم. في عندك إنسان صعب، إنسان عصبي، إنسان دائما متذمر، إنسان دائما فرحان. صحيح. فهذا أعتقد إذا القائد عرف إن كيف يصل لكل من الموظفين يصل لنجاح أفضل ويحقق خططه أفضل، لأن هدف طبعا في نهاية اليوم إحنا نخدم الهيئة، نطبق الخطط أو المشاريع اللي عندنا، وإذا أنا ما عندي إدارة للموظفين اللي عندي ما بقدر أوصل. لأن طبعا أنا كقائد ما أقدر أسوي، ما أقدر أعمل لوحدي، لازم يكون عندي فريق وكلهم يكونوا على قلب واحد وكلهم أقدر أديرهم، وعندي ذكاء في التعامل مع مختلف الشخصيات بحيث ما حد يزعل. ما ضربتي مثل عن الطبخ؟ ما ضربت ترى هوايتي الطبخ، ومحمود شوف دائما اصور اطبخ في السناب، عشان شي يقول لكم، وهو ان شاء الله بنخلي برنامج، بنسوي برنامج كامل تعليم موظفي الهيئة الطبخ ايضا محمود ضمن رواد الطبخ. القيادة كيف يا أمنة؟ فكرة مبتكرة صراحة. محمود تعرف ان الطبخ يساعد في تفريغ التوتر؟ صحيح. في وحدة دراسات سواها على الطبخ على الهوايات بشكل عام. يساعد في تفريغ توتر الإنسان. يقول لك لو عندك هواية من الذكاء، إذا عندك أنت هواية لازم تكون بعيدة تماما عن مجال عملك. يعني ما يسوي أنا طبيبة تكون هوايتي مثلا أقرأ كتب طبية، هذه ليست هواية، لازم يكون هوايتي بعيدة تماما عن مجال عملي عشان أحب عملي وأحب هوايتي. والرسم بعد دكتورة يفرغ الشحنات السلبية. أنت رسامة؟ ممكن نسوي، ما بشرط تكون رسام، بس أنت ترسمين صح؟ شوي. الرسم أو التلوين حتى ايه مبين أصلاً تي من الكاركتر ها ما الوحدة رسامة يعني. زي مشكورة يا آمنة. إذا تبغين تضيفين شيء عن هذا الموضوع، نحن مثلا نسينا محور أو شغلة معينة تبغين تضيفينها قبل أن نختم؟ ما شاء الله عليكم، كفيت ووفيت، وكانت إضافاتكم وايد حلوة. إحنا طبعا مثل ما قلنا هاي تجربة يعني بالنسبة لنا والكلية محمد بن راشد قابلة للتطوير، فبناء على نتائج البرنامج هذا ممكن يطور البرنامج اللاحق له لين ما نوصل لنموذج نشوفه مناسب لخدمة هيئة الصحة في دبي. ونتأمل إن شاء الله على البرنامج الثاني اللي هو إن شاء الله تكونون مستهدفين فيه محمود ودكتورة ندى، بنحاول ندخل فيه الأمور الخاصة بابتكارات الفضاء، الطبخ الطبخ الرسم، أي نوع من أنواع الفنون. مشكورة يا أستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة في دبي. طبعا دكتورة يسه تدور بين 70 ورقة إذا ما حصلت اسمك زين، وآخر شيء قالت لك فاطمة. شو سميتيها؟ فاطمة. فاطمة اي زين عموما معني دام معاها على الواتساب بس غلط عادي يعني. فاطمه امنا كل الاسماء حلوه. محمود هل انت مصدق ان هوايه الطبخ؟ والله انا مصدق. هي شكرا دكتوره، لازم يعني انت، هي وعدتني من سنتين ان تجيب لي شيء انا اكله من ايديها، هي طبختنا، وهذا الكلام ولا شفناه سوين برطم كذا. بنرجع حق الحلقات ها، أكثر من حلقة. مشكلة كل حلقات مسجلة يا أمنا يعني هي. يرجع لحلقة حلقة. هي تبغين هذا يسمونه. عموما كان موضوعنا اليوم وايد جميل، موضوع يعني المبادرة هذه. وإن شاء الله يا رب تكون فال خير على جميع موظفي هيئة الصحة بدبي، وإن شاء الله هذه بتعزز يعني الولاء عند الموظفين، وأيضا تطور هذه القدرات. هم بدوا بالمدراء الكبار انزين، وهذه لا هم يعني حقيقة الواحد إذا القيادي الكبير عنده بيكون مرتاح وعنده هذه الملكات أو هذه أكيد. المواهب أكيد هذا شيء بينعكس بشكل أو بآخر على الموظفين اللي تحته، على الفريق كامل محمود إلى أصغر موظف. مشكورة يا دكتورة ندى، ما قصرتي. شو تبغين تقولي لنا قبل لا نختم؟ حابة بس لازم تقول إذا قلت لي قولي بقول قولي يلا قبل بس إن شاء الله تكون حلقتنا خفيفة عليكم. وأنا عجبني اليوم التفاعل على موضوع تغذية الأطفال، يعني ما شاء الله كم شخص راسلنا، هي يعني اتصلوا فينا، اتعنيتوا واتصلتوا فينا، بس أشكركم جدا على التفاعل، ونشوفكم غدا إن شاء الله وتكونون إن شاء الله بصحة وسعادة. شكرا لك دكتورة ندى الملا، شكرا لك يا أميرة الغفلي ما قصرت معانا اليوم، شكرا لك يا أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.